بفطر بانكيك اليوم، بوريكم المنتج اللطيف هذا. اهلا، صباح الخير. بفطر بانكيك اليوم، بوريكم المنتج اللطيف هذا. الفكرة بسيطة، بس تفتح العبوة هذه وتعبيها كوب ونص ماء بارد. هذه الطريقة. زين، ثم تكبس وتخض ومخض. بس. تعد 10 ثواني. زين، بعد الخلط لمدة 10 ثواني تنسم ثم تخلط. سرمك منديل في زيت. In that way. إن شاء الله ما نبدا. توكلنا على الله. In that way. لا تصير كبيرة. يلا بتصير مصبيب لكن مين مشكلة. إذا بدأت تطلع فقاقيع تقلب على وجهها. شقلبناها بحرفنا. زين. بس يعني الشكل الهندسي ترى هو جزء من الاحتراف. يعني الكفار سووا البانكيك دائري، حنا أمرنا بمخالفة الكفار، فلا بأس إنه يكون شكله بيضاوي. Is that okay؟ يعني معكم؟ اللي يقول أبو حسن اللي عنده اعتراض على أي شيء معي شخصيا يرسل لي لوكيشن حقه وبس. هذا اللي أقدر أقوله. يلا الحين بنسوي شكل النجمة. أو أصبروا دقيقة، الظاهر قرب الكتالوج إنك ترجع مرة ثانية تسوي كذا بالزين. آسف والله، يعني يقولك لا يولد المرء عالما. زين، ثم نجي نديها من فوق. يا سلام علي، ها كيف زي الكفار بالضبط. ده يطلع الفقيقيع ذي تقلبه، بس أنا أحب شوية خليها، يعني احنا خبراء شوي عندنا نظرة ثانية مختلفة عنكم. يلا الله يستر على القلب هالمرة. شوف حبيبي، شوف الاتقان، شوف شوف تنقشع، شوف بسم الله. هوبا ديام، والله اوسم. من بكرة ازر منتجي هنا. كيف؟ شوف 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 الباترن، شوف النمط، حتى لا هنا شيء غريب ما ادري وشو، بس يلا مرة مرة فنان. This is number 2. زين. Let's do it again, babe. Oh, نسينا. معليش. نرجع نستخدم نفس العذر اللي تو. لا يولد المرء عالما. حلو. ثم اديها من فوق واحرص على السنتر. ثم stop. كيف هني بس. عزيزي الرجل، إذا زوجتك سوت لك بانكيك وحسستك إنها متكلفة، ترى منتج ب15 ريال بالبقالة وقارورة ماء، خذ ضمها زي ما سويت أنا، حطها على المقلاية. زين، أحد يقدي حسسك إنه مضحي ولا مسوي روكيت ساينس أنت؟ أوكي آسف، لازم أبد. إنجوي حبيبي. هبا، أنا في أصول الشقلبة. شوف، أنا صراحة بديت أؤمن أن الإنسان يولد كذا بتالنت، موهبة. أنا موهبتي هي صناعة الأشياء هذه. يقولك ولد اللي يصنع بانكيك. ثم نديها يا حبيبي، نديها من الأسمراني اللذيذ. ألبا. ثم نديها يا حبيبي، نديها من الأسمراني اللذيذ. هلا بيك. تروح لأي كافي شوب بالسعودية من تبوك إلى أبها. زين، وتجيب لي شيء بنفس اللذاذة وفي توت على فكرة. شوف يا حبيبي، شوف، قسم بالله العظيم هذا ما تاكله تستكثره على نفسك، زود إنك ما تستاهل هذه الأشياء القيمة. وأنا شايلها صحمي بسيارة، تذكرت الأوروبيات وأن رايحات لصديقاتهن. يلا مين مشكلة، وأنا شايلها صحمي.